الثانية حتى تتضح للجميع إن شاء الله رب العالمين. النقطة الأولى اللي نختار نتكلم عنها، نختار نتكلم عن نتائب لله عز وجل من كثرة كبير الدين. هذا الدين سنتيته للأسبوع إيمان تقريبا، بعدين نقبضوه ونخلصوه ونقبضوه ونخلصوه ويبقى منه الشيء ما ياسر، بعدين رمناه من اللي يسبع إيمان. وذيك الساعة اللي يسبع إيمان هي مع بلوغي تقريبا سن 40، أنا خلاقة سنة 70 ميلادية، سنة 1970، وهو سنتيته مع بلوغ 40 تقريبا. ومن اللي مفروض علي شرعنا أن يلا من الحقت 40 نزيد عملي الصالح ونعس من الذنوب، وذاك خلع عنا إن شاء الله ما أخلق شيء من عكسه، إن شاء الله ما يعود أخلق عكسه. وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه من جميع الذنوب ومن كثرة الديون، وأتوب إلى الله وأستغفره من حقوقه تعالى ومن حقوق عباده جميعا، وأسأله العفو والعافية والمغفرة والرحمة الشاملة العامة في الدنيا وفي الآخرة. هذا الدين عنده 5 أشخاص نواب عني يقبضوه باسمي، موكلهم يقبضوه باسمي ويخلصوا باسمي يتشروا باسمي. هذا الأشخاص الخمسة اللي نسميهم محمد محمود والبدي، الثاني عبد الله والبدي، الثالث حمل محمد ناجي، الرابع محمد عالي والسيدي والمحمد فؤاد العابدين، الخامس الشيخ والمحمد سالم القاضي. القوم الخمسة أمنا وأتقياء وصلحاء، وفيما علمت وقد جربتهم ولله الحمد والمنة، بارك الله فيهم وعليهم. وعندي تبارك الله كثير من جماعة من الناس اللي خرم إن شاء الله متعارف معها، أمنا وصادقين وصالحين غير المهمة واللي تلها الخمسة أحدهم، غير الخمسة أحدهم ما هم من قلة الأمانة في أصحابي الأخرين، ولا مشقر على قومي قلة الخبرة في التجارة، ولا قلة الخبرة في العلاقات مع الناس، ولا قلة حسن الخلق بارك الله فيهم. لكن هاي خسائي اللي أراد الله أنا تولات هذا، وهي اللي حدها اللي شقبضته أنا، اللي شقبضته باسمي، ما تسوى غيري، ما شقبضته باسمي لازمني وصل من تعود قابل شيء ما باسمي تعلم به. تقول حد هذا يعرضوا على الناس ويقولهم هذا ما يدور فلان، انا عارض ليك انت دين لي، اذا بغيت تدين علي ولا بغيت تدين علي واعرف انك مالك مدين علي فلان. شي من الناس يدين عليهم حسب بعض اللي عندي اخبار، شي يقول لهم عنه ما هم دين عليهم حاني من عدد الدين علي انا. هذا الدين ان الشي فيه نحاولوا باسم الحالة نوفوه، نقفلوا ياك المكتب التجاري اللي عندنا ونخلصوا ديون الناس ونعطوا للناس العافية، ونخلوا أهل الأسواق أهل العقار أهل السيارات ناس اللي هاي مسائل هي الأكثر هي اللي داخلين عادة، هي الأغلبية اللي تشروا فيها، يعودوا يرجعوا الناس لأسعارهم. نحن عين نشروا عين نسلف وشي تحت سعره، والسبب يعود الفصل فيه، إما فصلنا نحن والله جابر مدة بغايتها نسلفه تحت سعر، عفوا نسلفه فوق السعر غلط، عين في العادة عين نسلفه فوق السعر، نسلفه عين الوتر فوق سعرها العادي، والله دار فوق سعرها العادي، غير حامل عليه الحاجة والفصل. إما فصلنا نحن مباشر والله فصل في مدة تحانيني وأنا نعود رقيت لها واستحيت من آخر من ما نعدلها رقيتها ونقبضش فوق سعره، ونعود عجالة لبيع وياك نجبره ذات الفضاء ونبيعوه عينا تحت السعر اللي قضاناه به، وعود العملية غريبة عند الناس ولهم وعندهم الحق يستغربوها باللي من ناحية تجارية ما هي بديهية. وهذا أسباب مما الحاجة لي أنا الراسي، والله حاجة مدة مركبة في غواية فاصلة والله محتاجة. هذا خلق في الماضي ظاهر لي عنه في الحقيقة
هذا اللي قبضت لهم أنا، هذا اللي قبضت لهم ما واجبي أنفقتهم، وبالتالي وأنا ما الحمد لله ما كانت عندي حاجة، ما استل الحجم من الدين الراسي، تود بأي حالي الضرورة به اللي حجم أكبر من أكبر من القوت العادي. وعلى ذاك أنا اللي نصرح ونعترف بالحق بالحق بدون كناية عني، ظاهر اللي عني عن هذا اللي عدلت من الدين، وعنه عن ارتكبت فيه ذنبا عظيما، ويستغفر الله العظيم منه ومن غيره. الدين ولله الحمد والمنة، كنت نبحث عن طريقة نحل بيها ونوقف المكتب التجاري اللي كنت نتكلم عنه، وارك كنت نقول أخباره، تحصل عندنا في هذه الأيام لله الحمد والمنة خطة بالتعاون مع بعض الأشخاص الكرام الأعيان الأصدقاء، على أن إلهي نوقف له المكتب اللي يقبض الدين، يوقف عن الدين مساء الاثنين القادم ليلة الثلاثاء إن شاء الله تعالى. واليوم يوم الخميس وصبح الجمعة، نهار الموصل يوم السبت، نهار الآخر يوم الحد، نهار الآخر يوم الاثنين. إذا في اليوم الخامس من اليوم مساء اليوم الخامس من اليوم لاهي نقفل المكتب التجاري، نقفل قبيض الدين، ولاهي نبدأ برمجة قضاء الديون إن شاء الله جميعا.